شغال. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النسخ لغة الإزالة والنقل. تقول نسخت الشمس الظل، يعني أزالته، ونسخت الكتاب أي نقلت ما فيه، هذا في اللغة. طيب أما اصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. نعم متأخر ولا بد، سيأتي الآن في الأدلة في الشروط. نعم، إذن القرآن ينسخ القرآن وينسخ السنة، والسنة تنسخ القرآن وتنسخ السنة، أما الإجماع والقياس لا دخل له في النسخ، مفهوم؟ طيب النسخ قد يكون من أدنى إلى أعلى، أو من أعلى إلى أدنى، أو من مساوي إلى مساوي. من مساوي إلى مساوي نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، هذا من مساوي إلى مساوي لا فرق. نسخ من أخف إلى أثقل، من أخف إلى أثقل، كنت نهايتكم عن زيارة القبور، قبل لم يكن هناك زيارة أصلا وأصبحت الآن هنا زيارة، صار إلى أثقل، ومن أثقل إلى أخف آية المصاب، كان الواحد يقابل عشرة أصبح الواحد يقابل اثنان، مفهوم؟ طيب نعم. قال رحمه الله: النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. نعم، هذا في اللغة النقل والإزالة. نعم. وحده رفع الخطاب لا تقيده وتحكم بالخطاب السابق. لابد معرفة المتقدم من المتأخر، إذا أمكن الجمع جمع وجب الجمع، وإن لم يمكن وجب الترجيح، ويعرف المتقدم من المتأخر بالتاريخ، كقول كان آخر العهد من النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان هذا يقال زمن خيبر، مفهوم؟ نعم، أو بخبر الصحابي أو بالنص. نعم. قال رحمه الله: رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. نعم، يعني لولا جاء الدليل الثاني لكان الدليل الأول باقيا على حكمه كما هو. نعم. إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني، لابد أن يتراخى عنه في الزمان. نعم. وجاز نسخ الرسم دون الحكم. جاز نسخ الرسم دون الحكم، يعني قد ينسخ الرسم ويبقى الحكم، يعني الآية لا تجدها في القرآن ولكن الحكم يبقى، سبحان الله، لماذا؟ لا يسأل عما يفعلهم يسألون. اختبار وامتحان الأمة بما لا يجدون لفظه في الكتاب والسنة ويعملون، خلاف حال اليهود، كتموا آية الرجم وهي لديهم، ونحن نعمل أن كانت الآية قد نسخ الرسم، مفهوم؟ أي نعم. وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم. نسخ الحكم دون الرسم هذا كثير، لماذا؟ لو جاءنا قد يأتي السفيه من السفهاء ويقول
لماذا الآن الآيات المنسوخة موجودة في القرآن؟ لو تحذف يكون أحسن. سفيه. نقول سبحان الله، أنت عبد؟ لابد يقول نعم، لابد يقول نعم. والعبد ليس له إلا الرضا والتسليم، يقول آمنت وصدقت وسلمت. ثم نحن نريد أن آيات القرآن كلما تزيد كلما يزداد الأجر، ثم تذكير الأمة بما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا نعرف قيمة الصحابة رضوان الله، كان الواحد يصابر عشرة ولا يفر. والقيام أيضا، القيام بوظيفة الشكر إذا كان النسخ لا أخف، وبوظيفة الصبر إذا كان النسخ لا أثقل. إذن حكم مترتبة من هذا. فكيف يأتي بعض السفهاء ويتكلم بهذا الكلام؟ نعم. قال رحمه الله: ونسخ كل منهما إجابة ودونه وذاك تخفيف حصل. نعم، إما تخفيف أو إلى أثقل أو إلى مساوي. نعم. وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل، مما قد نسخ يعني. نعم. ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ. تقدم. ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب. يقول: والصحيح أن السنة تنسخ السنة وتنسخ القرآن، لكن العلماء رحمه الله تعالى الذين قالوا بهذا القول لم يجدوا مثالا صحيحا مستقيما. مفهوم؟ أي نعم. قال رحمه الله: وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بقدره فلينتسخ. الحديث المتواتر ينسخ الحديث الآحاد والحديث المتواتر، والآحاد كذلك ينسخ المتواتر وينسخ الآحاد، وسيأتي المتواتر بإذن الله. واختار قوم نسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى. نعم. قال رحمه الله: باب في التعارض بين الأدلة والترجيح. الآن هذا هو القسم الثاني. القسم الأول علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، انتهينا الآن. ممكن يبقى بعض الأشياء تأتي لا أشكال. القسم الثاني كيفية الاستفادة منها، كيف نطبق الآن على النصوص، سيأتي الآن تعارض والجمع بين الأدلة. مفهوم؟ القسم الثالث حال المستفيد، سيأتي في المفتي والمستفتي والمجتهد والمقلد. نعم. قال رحمه الله: تعارض المنقلب في الأحكام يأتي على أربعة أقسام. لا يمكن يأتي التعارض في الكتاب والسنة، وإن وجد نرجع إلى العلماء، فلا بد من طريقة للجمع، لأن القرآن قال الله سبحانه وتعالى فيه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. دلت الآية أن القرآن عندما كان من الله لا يمكن نجد فيه اختلاف، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فلا يمكن أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يخالف فيه القرآن. وإن وجد تعارض فلا بد أن تجد من يجمع بين هذا التعارض. مفهوم؟ وهو سيقول يعني الآن يأتينا إنسان يقول هناك تعارض بين الخاص والعام. لا تعارض بين الخاص والعام، ولا بين المطلق والمقيد، وعلى هذا تسير. نعم. قال رحمه الله: تعارض المنقلب في الأحكام يأتي على أربعة أقسام، إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما. نعم. أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر، فالجمع بينما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكن. دائما إذا أمكن الجمع وجب المصير إليه. نعم. وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، لأن لو عرفنا التاريخ حكمنا بالنسخ، وإلا نتوقف حتى يفتح الله علينا. نعم. فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم، لما تقدم من شروط النسخ. وخصصوا في الثالث المعلوم بالخصوص لفظ العموم. نعم. وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق، حكم ذاك النطق. نعم، لدينا دليل
ودليل وما استطعنا النجم ولا عرفنا التاريخ. قال تعمل بالأول فيما لا يعارض به الثاني والثاني فيما لا يعارض به الأول. نعم. قال رحمه الله رخص عموم كل نطق منهما من اسمه وعرفنهما. باب الإجماع. الإجماع لغة العزم والاتفاق. قال إن قومي تجمعوا ركب على الدابة على البعير عفى الله عنه الزمخشري ركب على البعير وكان أردف خلفه والده وخرجوا إلى الحج فعندما رأى الأب الحجيج قال يا بني أما تخشى أن يكون هؤلاء خصومك يوم القيامة الوحيد في الأمة الذي يقول بماذا؟ بالاعتزال. قال يا والدي والله لا أخشى ولو كان شق البعير. من شق البعير؟ ها؟ نعم يقصد الأب مؤدب في الكلام لكن في الشريعة أمر آخر. ما استطيع حتى يقول حتى أنت تخالفني لا علي لا. قال ولو كان شق البعير. ثم أنشد قال إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث. جمع التكسير تقول جاء الرجال وجاءت الرجال. قال كل جمع مؤنث. قال أنتم جمع لكن إناث ما تصنعوا شيء ولستم أهلا للحرب. هذا على الباطل ولا يبالي. ومن ينتسب إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الأمة وتراه أحيانا يقطع رأسه ولا يتكلم ويتقدم الرويبضة ويتكلم من هو مخالف لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس ويخطب ويصنع وهذا يتفرج. لا لا بد من القيام. أبو بكر رضي الله عنه عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يبالي بأحد في دين الله صعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم في الناس لأنه هو يعلم أن هذا الوقت لا بد له من القيام وإلا كان أحيانا يتحرج من التقدم إلى الصلاة رضوان الله على الصحابة أجمعين. نعم. أما الإجماع في الاصطلاح هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام على حكم شرعي. اتفاق خرج بهذا وجود خلاف لكن مستقر. اتفاق مجتهدي خرج بهذا المقلد والعامي هذا لا يعد لا وفاق ولا خلاف. مفهوم؟ مجتهدي هذه الأمة خرج بهذا إجماع أو خلاف غير هذه الأمة مع هذه الأمة لأنه لا اعتبار بهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهذا ما لو أجمعوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا شو يسمى؟ يسمى ماذا؟ يسمى إقرار. إن علم به النبي صلى الله عليه وسلم يقول إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يعلم به قلنا إقرار من الله سبحانه وتعالى لأن الأفعال التي كان يفعلها أهل النفاق ولا يدري عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنكرها الله سبحانه وتعالى عليهم ولهذا قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا ننهى عنه لنهانا عنه القرآن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي خرج بهذا ما لو أجمعوا على حكم عادي أو وضعي. مفهوم؟ إذا هذه الضوابط عندنا في الإجماع عندنا إجماع قطعي وهذا
ما هو معلوم من الدين بالضرورة، منكر وكافر، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، إلا إذا كان حديث عهد بإسلام يبين له، فإن أصر كفرنا وإلا تركنا. وجوب الصلوات الخمس، وجوب الزكاة، وجوب الصيام، وجوب الحج، تحريم الربا، تحريم الزنا، نعم، هذا معلوم من الدين بالضرورة، يسمى إجماع قطعي، يعني مقطوع فيه، لا أحد يستطيع يخالف فيه. الثاني يسميه العلماء إجماع ظني، وهذا الذي فيه الخلاف. أرجح الأقوال فيه كما يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله الجميع، يقول أرجح الأقوال فيه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال، ها ماذا قال؟ من يعرف؟ لا أحد. والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح القرون الثلاثة المفضلة، إذ بعدهم كثر اختلاف وانتشرت الأمة، يعني نستطيع أن نضبط العلماء في هذه الأزمنة الثلاثة. أما الآن تستطيع حصر العلماء في هذا الزمن؟ لا. ويحمل على هذا قول الإمام أحمد رحمه الله، حيث قال من ادعى الإجماع يعني بعد القرون المفضلة الثلاثة فقد كذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا، لأنه لا يستطيع حصر العلماء، لكن في القرون المفضلة الثلاثة نستطيع حصر العلماء. إذن هذا الإجماع الظني أرجح الأقوال فيه أنه ينعقد في الأزمنة الثلاثة، أما بعد هذا ما يمكن. طيب، بعد هذا لدينا إجماع يسميه العلماء إجماع سكوتي. ما هو الإجماع السكوتي؟ أن يقول أحد المجتهدين قول، أحد أولا مجتهد يقول قول أو يفعل فعل، ويشتهر هذا القول أو الفعل بين أهل الاجتهاد، ولا ينكر أحد مع قدرتهم على الإنكار، لا ينكر أحد مع قدرتهم على الإنكار. ما نقول أجمعوا، نقول سكتوا، والسكوت علامة ودليل على الإقرار، مفهوم؟ أي نعم، هذا يسميه العلماء إجماع سكوت. نعم. قال قال هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكري على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. نعم. واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة. نعم، لأنها معصومة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم. وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبل. يقول إذا أجمع الصحابة رضوان الله عليهم كان هذا حجة على من يأتي بعد الصحابة من التابعين وأتباعهم. نعم، يعني ما يستطيع اختلفوا. نعم. ثم انقراض عصره لم يشترط أي من انعقاده وقيل مشترط. هل يشترط انقراض العصر أو لا؟ ما معناها؟ يعني يقول أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على مسألة، هل يشترط انقراض العصر؟ يعني يموت كل من أجمع، يعني كل الصحابة مثلا؟ قال لا، لا يشترط، مجرد اتفاق الصحابة انعقد الإجماع، مفهوم؟ أي نعم، لأن لو قلنا بانقراض العصر قد يولد إنسان ويكون من أهل الاجتهاد ثم يأتي يخالف، معنى هذا لم ينعقد الإجماع. نعم. قال رحمه الله ولم يجوز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنعون. على القول الأول عدم اشتراط انقراض العصر، متى ما اتفقوا لا يجوز لواحد منهم أن يخالف ويرجع عن الإجماع. على القول الثاني لأنه لم ينعقد الإجماع حتى انقرض العصر يجوز لهم الرجوع. نعم، الصحيح قلنا الأول.